أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس نادي المتطوع الصغير والذي يشارك فيه 100 طفل وطفلة بمقر الجمعية، ويهدف إلى تعزيز حب العمل التطوعي في النشء وتنمية قدراتهم في خدمة الإنسانية وخدمة الوطن. نعم، المشروع أيها السادة يأتي ضمن إطار خطط الجمعية لبث مشاعر الفرح والبهجة بنفوس الأطفال وخلق نوع من التواصل الفعال وإشراكهم أيضا في الأنشطة الاجتماعية. انطلقت برامج وأنشطة نادي المتطوع الصغير في جمعية الهلال الأحمر الكويتي والتي تستمر حتى 14 من أغسطس المقبل. افتتاح نادي الطفل بجمعية الهلال الأحمر الكويتي باستقطاب الأطفال وتدريبهم على كافة أنواع التطوع وكذلك مبادئ الهلال الأحمر والعمل التطوعي عموما. الأعمار اللي تم تسجيلها من 7 إلى 12 سنة، ومثل ما راح تشوفون إن شاء الله يعني هذا التدريب من يعني ناس متخصصين ومتطوعين في تدريب هؤلاء الأطفال حتى يخرجوا إن شاء الله جيل قادم يعمل ويكمل مسيرة الناس اللي يعملون في التطوع، خصوصا الكويت مركز عمل الإنساني. بداية النادي المتطوع الصغير المشاركين فيه طبعا عددهم 100 طفل وطفلة لتدريبهم وتعليمهم شلون كيفية التعامل مع المجتمع، شلون مساعدة المحتاج، العمل الإغاثي وتعليم طريقة الإسعافات الأولية لمساعدة نفسهم أو مساعدة أهاليهم في إذا كانوا محتاجين الشغلة هذه. جمعية الهلال الأحمر الكويتي تسعى إلى ضرورة مشاركة أفراد المجتمع في مثل هذه البرامج والأنشطة وتحفيز أبنائهم للمشاركة في الأعمال التطوعية وما تتركه من آثار إيجابية على الفرد نفسه بالدرجة الأولى وعلى المجتمع بشكل عام. أنا المتطوع خزعل فاروق خزعل، أنا جاي هني عشان أتعلم شلون أساعد الناس وأتعلم إسعافات أولية. أنا المتطوع عدو محمد، أنا جاي علشان أنمي مهاراتي وأساعد الناس. أنا متطوع عبد الرزاق محمد لوهيب، جاي النادي عشان أتعلم أساعد الناس وعشان الكويت. أنا المتطوعة دنيا فاروق خزعل، جاي النادي المتطوع الصغير علشان أتعلم الإسعافات الأولية ومساعدة الآخرين ودز الكبار بالويلتشير وأساعد المحتاجين. نادي المتطوع الصغير يخدم جوانب معرفية وترفيهية وعملية عدة للأطفال، كما أنه ينمي الجانب التطوعي في النشأ إضافة إلى تعزيز روح التعاون والقيادة. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.